ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. كريم بنزيما يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل على الأسبقية؟ تصدي غير عادي، حارس كلب، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق بهذا الإنقاذ. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب، سددها على اليسار، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة، الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ثالث منفذي الركلات، ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. ثم مع الثالث الآن، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة، الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الآن الدور على اللاعب الرابع، الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. تصدي رائع، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. كورتوا عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات، أنهت هذه الركلة المباراة. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة.